شرح طريقة الحركة وتعيين الهدف بواسطة جهاز ميجا جي 3. في هذا الفيديو سنعرض لكم مثال بسيط عن طريقة الحركة وعملية التوازن أثناء الحركة بالجهاز. في البداية يجب على المستخدم التدريب على كيفية مسك الجهاز والتوازن معه. يجب أن تتم هذه التدريبات بوضع يكون فيه الجهاز مغلقاً بدون تشغيل. يجب التدريب على توازن هوائيات البحث بشكل متوازي بحيث أن تبقى ثابتة أثناء المشي بالجهاز. وبهذه الطريقة يكون المستخدم قد أتقن طريقة مسك الجهاز والتوازن معه. تتم هذه العملية بسهولة وبساطة من خلال تكرارها أكثر من مرة. هذه العملية تتم فقط لتعتاد على حمل الجهاز. الوحدة المتحركة التي يتم تركيب هوائيات البحث عليها تعمل بالتحرك باتجاه مكان وجود الهدف، ولها قدرة على التحرك حوالي 180 درجة. من أجل البحث وإعطاء نتائج صحيحة ودقيقة، يجب على المستخدم أن يضع الجهاز في وضعية تمكنه من أن يستخدم الجهاز بشكل مريح. أيضاً يجب أن يراعي المستخدم محيطه بحيث أن الجهاز لن يهتز وأن توازنه لن يضيع. قبل البدء في البحث عن كنوز وأهداف حقيقية، سيكون من المفيد إجراء أكثر من بحث واحد في نفس المنطقة من أجل فهم ما إذا كنت على مسار الهدف الصحيح. جهازك يعتبر أقوى كاشف عن أهداف قديمة مدفونة مقارنة مع ما دفن حديثاً. وفقاً للاختبارات التي بذلت في السنوات الماضية ووفقاً لنتائج المنقبين عن الكنوز، فإن الأهداف المدفونة طويلاً تحت الأرض سيكتشفها الكاشف بقوة، والتحديد سيكون من مسافات أطول وأعماق أكبر مقارنة مع الأهداف المدفونة حديثاً. حتى لو كان الهدف نفسه قديم، فإنه ليس من الممكن أن يكون الكشف قوي. إذا انتظرت مثلاً من 3 إلى 5 أيام بعد دفن الذهب أو الفضة للتجربة، سترى أن نتائج التحديد للأهداف الخاصة بك ستكون أكثر جذباً لنقطة الهدف. بعد أن تكون متأكداً من أنه يمكنك إجراء عمليات البحث بشكل مريح في التوازن، سيكون الوقت المناسب لممارسة البحث وتحديد الأهداف. في هذه الحالة يمكنك البدء في ممارسات تحديد الأهداف بداية على الأهداف التي قمت بدفنها أثناء التدريب.